الحال في فلسطين بيتطور كل ثانية كل دقيقة، في جديد، واحنا بنتكلم واحنا مع السيدة الوزيرة السابقة حصل مستجد. عايز اضعكم في اخر الاخبار، مش بس ان حماس عملت كمين للقوى اللي حاولت تخترق من منطقة خان يونس، فبمجرد ما القوى الاسرائيلية دخلت بضعة امتار بعد الحد الفاصل كان في كمين من المقاومة في حماس ودمروا دبابة وجرفتين، والجنود نزلوا جريوا زي ما ذكر مصادر من حماس وزي ما ذكرت وأكدت الاشتباك مصادر من جيش الدفاع الإسرائيلي. لا، أنا عندي دلوقتي كمان ما يخص الحدود على مصر، مع مصر، مع بر رفح. تعالوا معايا نشوف الخبر المهم واللي يعني هيكون له ما بعده. خبر معايا، اتفضل. سيناء، مؤسسة سيناء على الفيسبوك عندها خبر بيقول مصادر لمؤسسة سيناء: تحليق مكثف لطائرات استطلاع بدون طيار فوق منطقة المهدية وتجمع شيبانة جنوب رفح. ده بناء على ايه؟ على في جديد، تورينا الجديد طيب تاني. لسه مستمرين وبيقولوا وده نقلا عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: مصادر لمؤسسة سيناء: دوي انفجار قوي جنوب معبر رفح البري بالجانب المصري أعقبه سماع صوت سيارات الإسعاف تتحرك باتجاه المكان. طيب، بس الخبر ده قالته مؤسسة سيناء؟ لا يا سيدي، رويترز كمان، وكالة رويترز قالت خبر بعنوان زي ما حضرتك شايفه نقلته الحرة، رويترز عن شهود عيان: انفجار وسيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة. وفي أنباء عن قصف السيارات اللي بتحمل المساعدات اللي دخلت لقطاع غزة، في التفاصيل اهو. أفادت وكالة رويترز عن شهود عيان بوقوع انفجار وسماع دوي أصوات سيارات إسعاف قرب معبر رفح بين مصر وغزة بعد ظهر الأحد. وقالت الوكالة أن الانفجار وقع بعد دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري بقليل، ولم يتضح بعد سبب الانفجار وموقعه على نحو دقيق. كانت وسائل إعلام مصرية ذكرت أن قافلة مكونة من 17 شاحنة محملة بالمساعدات للفلسطينيين المحاصرين عبرت الحدود إلى قطاع غزة. وإلى الآن يا جماعة يقال أن يعني بعض الناشطين، لو ممكن تجيب لنا الناشطين برضو عشان الناس تبقى عارفة مصدرنا، بتقول ان حصل قصف للسيارة او للسيارات العربيات اللي داخلة بالمساعدات من الجانب المصري، وبيقال، ودي معلومات لم اتأكد منها، ان في اصابات وربما شهداء في الجانب المصري للعاملين، والاخبار يعني للعاملين اللي كانوا في العربيات. انا يعني كل التفاصيل كتير، ولكن طيب هات لنا الاخبار طالما عندنا اخبار موجوده. طيب هات الناشط حسام باجات على تويتر كاتب على حسابه: الصحفيين عند المعبر بيتكلموا عن قصف اسرائيلي حالا اثناء عبور شاحنات المساعدات المصريه واصابه مصريين اثنين وتدمير برج مراقبه مصري. حسام الصحفي والناشط بينقل عن صحفيين عند المعبر بيقولوا ان في قصف اسرائيلي حالا حصل اثناء عبور الشاحنات المساعدات المصرية، وبناء على القصف تم اصابة اثنين مصريين وتدمير برج مراقبة مصري. يعني لسه مستنيين صحة الاخبار. ايات الطاوي بتقول او الطحاوي بتقول له ده نقلا عن مين، فهو بيقول لها عن رويترز ومراسلة التلفزيون الألماني ARD وآخرين. الراجل بيوثق مصادره، رويترز ومراسلة التلفزيون الألماني ARD، واحنا جبنا رويترز وجبنا مصدر موجود هناك اللي هو منظمة سيناء لحقوق الإنسان. إذن على ما يبدو وطبقا للأنباء الأخيرة من رويترز ومصادر صحفية أخرى، أثناء عبور الشاحنات المصرية 17 الداخلة أو العابرة من الحدود المصرية إلى داخل قطاع غزة تم قصف. هل تم قصفها أو قصف بجانبها، ولكنه تم القصف مما أسفر عن إصابة اثنين مواطنين مصريين وتدمير مبنى مراقبة مصري أو نقطة مراقبة مصرية. ده كلام وأنباء
ليها مصادر إعلامية وشهود عيان بيتم تداولها حتى الآن. حقيقة اللي حاصل مع الوقت احنا معاكم هيبان ايه اللي حاصل، وهنشوف مع بعض ما يحدث.